السلام عليكم اصدقائي على قناة عالم فيديوهات القصيرة. جاناكم لعبة كرة قدم بيس 21 بعلاقة بمصر حسب تصويتكم. ديش مرة امريكا صنع عليش تصويت 22-1 37-41-1. التصويت على 37% من عنده المصر بالعلاقة بمصر شار. طبعا احس احلى الفيديو حيصير من عراق الامريكا، بس الموجود الفيديو مع عراق الامريكا تقدر تشوفوه. وماكو بعض الفيديوهات الموجودة عندي منزلها على القناة. قناة لو اذا عجبكم اشتركون تشوفوهن موجودات. So what a stage for the players to take to here ahead of such an important game. Just joining us, we are already on the way. So Jim, tell me this, who are you looking for in particular? Yeah, Mohamed Salah. And it's mainly because of his frightening pace. He's a huge threat when he's running at defenders. But he's also proved in recent times that he's a top-class finisher. Opposition defenses are going to have to be wary about playing a high line because there's nothing this guy relishes more than space to run into. And once he gets there, طبعاً عدت المرة الثانية إنك أربعان طفت. فقدر تعبي في الفيديو النهائي. ما رأيت شيء. أتلاك ما رأيت. يلا 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 كسرني. شنو؟ كم كسرة؟ اثنين. ها مصر ايش فيكم؟ كارت اصفر كارت اصفر. ياباني يا الياباني، وين الكارت الاصفر؟ كارت احمر كارت برتقالي ترك فلايت، مو كارت. هذا كسر كسر اثنين مو واحد. لكن دور عليكم نعوض الخسارة. لا وين راح الطابة؟ يشتري طابة بطل ماي. لا زرفة عليك. المصريين يكسرون امريكا تكسر. شو السالفة؟ كل اللاعبين يكسرون. ليش ليش العراقي مسوي لكم بزار؟ يلا بلد هاي من شمارتين. هذا رمزي. هذا رمزي يقول شمارات. حتى العكب يدري داق يجي يسوي كارت اخضر يطيك. اوه على كيفك على كيفك. اوه رجعها. اي رجعها سيد معلقة ويطيها ويضربها ويفسيها. عافية. اي عافية نسويها رفعة ونقسمها نطيها دفعة. او لا شنو هاي؟ هذا الكرش واقف. لا 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 كافي من زربة. يلا يلا عافية 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 عافية. يس تدرون مقطع عراق ضد امريكا طالع عليه علامة الصفرة اليوتيوب ها؟ وحتى المقطع التختيم مال جاد اوف وور راجناروك وهاي هم نفس الشيء. ما بين ارباع اصلا يعتبره عنف. اليوتيوب يعتبره عنف. العنف قاعد يصير بالواقع. شنو؟ اوه كسروني. بس كسروني. شنو هاي؟ علينا علينا احنا كارت اصفر. هو كسرون بيه. هو ما طاو كارت اصفر. هذا اللاعب مال جت الذوب. سوينا سيوقع. جت الذوب. ليش الذوبي؟ شنو هاي؟ تقولي هو وقع. شفتوا الفيديو؟ هو وقع نفسه. لا طخيته ولا انا ما وقعت ثاني. يلا صار انكسرت. يلا
ها ما تحصله حتى بتشذب ما تحصله العلم على ما تحصله الا شق والله بتشذب تفوزون ما يخالف ما يخالف ثالثة صار عيد الفيديو بسبب الكهرباء منطفي ناس قاطع نهاية فالعراق ضد مصر طبعا نسبة الأعلى طلعت بمصر مش مرة أمريكا مرة مصر وإن شاء الله نفوز طبعا نبلش اللعبة ما أريد أطول يلا بسرعة ما بينا يلا 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 بسرعة يلا زين زين انا قاعد العب العب بامان الله الحمد لله وجه هذا كسرني وقعني حلو مصر حلوه بالكسرات امور الدنيا لعبت قبلها طبعا هم كسروني وسوى نفسه محمد صلاح هذا اللاعب يمكن محمد صلاح هذا سوى نفسه هو كسر نفسه شو السالفه هذا زين شكونه أوبوي 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 لا لا بس خوش هجمة سوينا بداية اللعبة لازم نحن يتابعونا من مصر أقول زر اسمه إلغاء اشتراك work on the right flank now what's next يلا انا يا اصدقائي ما احب اجي ارضي واحد اجي ادوخ اصير لوقي مثل عايشات اي عجبه يبقى بقناتي باوعي ما عجبك غير الاشتراك هاي وصل من يتابعني اللي يتابعوني ما بيهم 30 واحد 100 ال 8000 بس بالاسم 8000 كلش كلش تابعونا على الفيديوهات الشوب ما يتابعونا على الفيديوهات الطويلة شو قاعد نلعب لا واقع شو ثلاثة انكسروا حلوة ثلاثة انكسروا حلوة عجبتني صارت حلوة 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 حراقين حلوة البنكة واحد يكسر بالثاني شو زال المني goes looking لا 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 حقا والله ما great strength too strong for his opponent هي يلا يلا هي يلا 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 اي عافية real chance to break اي زين 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 واو 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 هي وشنو ترى هاي ما مرضية يلا الحمد لله شكرا يلا 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 عافية اوه يلا اوه يلا اوه اوه كسرني ولا حكم ولا يدير بال نايم نايم ها هم كسرني ما سويت له شيء بس هم انا وضرب مصري فاصدقائي ما اعرف هاي اذا باللعبه هيك يعني بالواقع شنو؟ على البلاي ستيشن ايش؟ بدي اقول لك احنا ما حتى ما نفوز بالدوري ولا اي شيء، انا ما بعطاه اصلا بالواقع. اذا هيك دائما يصير يكسرونا ما يحسبوها فاول ما يحسبوها فلان شيء، بدل ما احنا نطخهم ها؟ فهي اعتبرها عنصرية اعتبرها من قبل الحكم نفسه من قبل الدولة
now they can launch a counter. زين زين. يلا 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 يلا. أقف. What a ball this is to shoot. Oh, لا 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 لا. مش جول مش جول مش جول مش جول. A difficult moment he simply had to deal with. Oh, عافية. يلا 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 بوي شنو هاي دفاع مالتهم قوي كلش شكرا مصر يلا 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 شنو شنو والله ما اعرف شنو الله سوي فاول قصدي اذا هم سووا غلط ما بس احنا اذا سوينا اتفه شغله يحسب علينا صار مرتين العاب ثلاث مرات مو مرتين ثلاث مرات العاب اللعبه العراق ضد مصر هاي ثالث مره طبعا انت شوف ما شوف طبعا انا شوف باع يلا ها يلا ها يلا خلصت المباراه ايش السالفه وهي ما قد تطمس ترى ماكو لعبت ضد الأردن ماكو الشغلة لعبت حتى ضد أمريكا ماكو الشغلة شنو بس ضد مصر صادق شنو الحكم متحيز المصر شنو صادق فتقولي لعبت ضد مصر السعودية ولعبت ضد الأردن لعبت ضد أمريكا أمريكا كانوا يكسرون هم يكسرون كانوا بس دولة في المرة ما أعرف شنو صادق Iraq clearly have been the better side for me. Yeah, I know the score doesn't quite reflect it, but if they go about their game in the same manner as the opening 45 minutes, things really should improve. And that's been won straight back. Sit into the middle. And the shot! Oh, okay. No, 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 That's been drilled forward. إذا كل لاعب حتى الجولتشي مونت الجولتشي 100 لاعب واقف في للخوش رحم الله والديك رحم الله والديك يلا يلا اي يلا اي يلا 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 ايه يعف 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 ايه ايه ايش شنو هاي ايش ما حسب عليه فاول قاعد يضربها وجه عليه شنو هاي فد مره مغفه الحكم مال خليك بتجدري ما تشريب اوثرت بيك الا ارتاح هم لو يخلون سيخ بهاني رمزي ما تستطيعون فاول واحنا لو تطخهم بريشايه ها عم هم يسحقونه وانت تطينا لنا فاول ذي الساعه هو وقع روحه ما لعبت اول مره مع محمد صلاح هو قاعد روحه باللعبه الثانيه ما لعبتها مع مرة الاولى اللعبه الثانيه ثلاث مرات لعبت العراق بالمصر وسوى نفسها وفاول صار علينا كارت اصفر الا طلع لكم يا بالمقطع ما مسح الفيديو ذاك اي اطلع لكم اياه شنو هذا الشذب مالك طيب في تمثيل حرفيا تمثيل شنو يلا ها هسه منو يمثل
سوي ايش تسوي يعني كيف تسوي خلينا نشوف هو اثنين تم وقعني شنو عراق مقرود حتى بالطوب مقرود شو محصلين احنا حققنا حتى بالطوب ما نحصلين لو نسوي محاملة بنحصل طوب شو تسوون وانتم تخسرون لا مصيكم وتخسرون الكذاب يحصل بالاخير حصل هانا يلا اوه يلا اوه اما صارت يلا عمي احمد دينك يلا الناس قاطعوني يقطعوا الفيديو بس لازم منتجه يلا وتايم منتجه نصيحه عم طاري كارت اصفر خرب الحكم ما هذا شيء كل الفريق انصرف بس يطير للجول شي كارت اصفر يبقى الجول فارق عمي لو تطي هان رمزي خيار اصفر الا قول عليكم اذا مو ثلاث جوال مارت عمي جول واحد يلا ما تستاهلون عارفين ما تستاهلون يلا ما جاء احشى على على حسبيه غش اللعبه حسبيه من ناحيه الحكم والبلاي ستيشن تمثيل بيها تمثيل وايد المصريين يحبون التمثيل انا قعان انا قعان يلا Egypt merit full marks for their attitude and application in trying to win this. It means an awful lot, obviously. يلا 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 خذوها 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 جول فارغ يلا استغلوها يلا شبيكم فاهين يلا جمرة راحت He's making good use of his strength there. Just refuses to be outmuscled. Going through. Great strength, too strong for his opponent. Well, both sides might have to settle for a draw here, although there's still a chance for one last fling. Chance to break. يلا شو السالفة؟ Forward it goes. It's a long ball. هو رادي قوي على شو العراقيين خاف سالفة ايش بيك عراقي ايش بيك ما اعرف هو يدي قوي على نفسه المصريين ما قالوا العراقيين هذي والله صدر المباراة هاي To summarize what we've seen today, then, Jim. Iraq certainly had some good moments, Peter. There were plenty of encouraging spells that more should have been made of. دقائق عراق ضد مصر نبلش اللعبة نسان ما يدن فضل يلا It should provide some terrific entertainment on what is turning into a rather imperfect afternoon. The weathermen really get it wrong and they have warned us that there is rain on its way. Shouldn't be bad enough in any sense meaningfully to impact on the game of football. But it is a factor to be taken into consideration. يلا Plenty of other factors, of course. Principally, each side's concern for the strengths of the other. Here's a venue this which simply adds to the spectacle of the game it stages. One of the most impressive arenas in this part of the world. زين زين. As you can see, we've already started here. زين. عافية. المنطقة هذا رمزي. Trezeguet. يلا. بعد شو تريد أحسن من يجي فرصة. جول فارغ. شبيك أثول.
جول فارغ شبيك. يلا He's left his man. It's anyone's ball. Good challenge. Excellent challenge. Gets on the end. Goes for goal. يلا يلا شبيكم فاهين. يلا 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 شبيك وش مرتها ابوي وش مرتها. يلا 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 شنو وقع هذا؟ شنو الضربه؟ كابتن ماجد ضربها؟ كابتن ماجد عاد الينا من جديد. الكابتن ماجد عاد من جديد يكسر وينادي تكسرون بالتاكيد. لا 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 بشوف يكسر التكسير مالتهم حلو صار خمس مرات العب وياهم بس يكسرون. كسر ماجد مصر من جديد طلعت علي وكسرني طلعت علي. حلوه حلوه عجبتني هاي. هو دائما هم يكسرون ويحسبوها علينا. يلا سمنو كسر واحد ولا فاول ولا فاول اوت ولا اي شيء ولا سبايدر مان ولا باتمان. يلا 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 زين. اوه طلعت هنا. يا عمي فورد ات جوز وين انترسبتد ريلي اليرتس ذا دينجر. يا في يا في يا في يا في بويا. اي لا فاول. هذا عندهم اصدقائي عندهم مو بس اللاعبين يكسرون عندهم الحكم وياهم. يعني شيء يصير لازم الحكم يجي. ها واحنا اذا صار علينا شغله لا ما تحصل اي شيء. بالعراق هو اي شيء مقبول حقك حتى بالطوب مقبول حقك. شنو السالفه؟ بس يعطيني فاول. يعطيني فاول انا معاني لو يشقني شق يخلي هذا رمزي بالطوب مالتي طوبه خليه بهذا رمزي عادي ماكو مشكله. عادي ماكو مشكله لو اكسر رجليه ما يسوي شيء. انا انطخهم صباحي صباحي دم مليت. صار اكثر مره اعيدها نفس الشيء يكسرون وهم يكسرون. والحكم وياهم ايش ماله يكسرون ويحسبون علي. ذيك مره كسروني وحسبوا علي فاول. انا هم كسروني وحسبوا علي فاول. شلون ازاي شغله جانب اعطوني كارت اصفر وهم كسروني. يعني ما كنت كسرتني ضربني بكة سراني مشتكي. يلا
سبانة يا بوي 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 and it's been taken straight back. يلا on the right now. What's on? يلا بوي ما صارت جول. محمد صلاح. يلا فوز ثاني يلا. بلش التمثيل بلش المصريين الجدعان يلا بلش التمثيل بلش التمثيل يلا بسم الله مثل بلش التمثيل يلا واو 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 على التمثيل واو واو على الإصرار واو ممثلين بعد أوسكار جائزة الأوسكار وكارت محروق يلا مي شنو يلا better options before the ball was lost easy to save from up here I know plays it out to عافية chance to break gets the better of his man has a look and place it in هاي ليش ما تحسبها انكسرني هسه ليش ما تحسبها لا هاي هذا رمز انكسر هسه قبل شويه عافية بهذا رمز صح ما الله وادينا هاش ما طلع How many interceptions have we seen now someone's got to up the quality and set an example That's just very well played. Yalla. He can't hurt you with his back to goal, and he didn't go for the back heel. Card أحمر. Whistler's gone for a reckless charge there. He is going into that little black book. Away from immediate danger. Looks to clip it forward. Good running with the ball. Can they build on it? Al Mohammadi. Where did Carter go? Shumako. This time, but I'm sure he'll go again. This is gone. That's a foul. Well, the referee has made it pretty clear now that this is his last chance. He just needs to find the control button on his aggression before the ref does it for him, Peter. Yeah, that's top defending and preventing him turning, which can open up many possibilities. Loses his balance and loses the ball. Zen. He wasn't very far from making something happen by himself. Lovely to see. ما أدري ما صار قد كسر. ما أدري. نضرب مرة واحدة يحسبوا علينا كارت أحمر وأصفر وأخضر ويعطونا فاول. هو ما لو يشر ألف مرة ما يحسبوا إيش. باع. هاي يعطونا فاول. إلى نيجو. حجة تطيم 100 كارت أصفر إذا ما قولوش الفائدة have turned to their bench and we're going to have a substitution أفيا قطعت بيها
blasted into the area. شكرا تاتي بوتش. Good take by the keeper. He's read that well. And it's played forward. Well, that's where he wants it. Gets wrestled off the ball. يلا. He's not going to get that. يلا يا رحمة دينكم يلا. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Hey, hey. يلا. نص الملعب أوفسايد شنو؟ نص الملعب. وين تدي؟ هم يقول شيء أوفسايد. خب مو نص الملعب. اي احسن يعني. Aimed in towards the center. Room for a shot. He's had a shot. يلا يلا يلا. Because of good lively movement, which pretty much dictated the pass. يلا 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 اخذ الطوبة رحمة دينك اخذ الطوبة. Time is ticking away. يلا. ما بقى شيء بس قول واحد رحمة دينك يلا قول واحد. يلا. كافي يكسرون أدري يكسرون يلا. This is interesting. He has already had his name taken once. مسدس اعطيك مسدس اضربه طلقه وخل ارتاح احسن شيء تسوي ها كارت احمر حصل زين طردوه. It really is now or never. They need a goal however it comes. 10 لواحد. Well, both sides might have to settle for a draw here, although there's still a chance for one last fling. Good challenge, he just stood firm. That's an untidy challenge, free kick given. Stalemate. One, if not for fans, then perhaps for coaches. Satisfied by organisation and solidity. Little cutting edge at either end. And finishes 0-0. نلعب العراق ضد مصر طبعا اكثر من رعدته الحرفين بس يكسرون والحكم بس وياهم اما يكسروني ما يحسبها عليهم فاول وانا ما طخهم يعطيني كارت اصفر ها فمليت حرفين مليت ها نتيجة 0-0 اكثر من رعدته Opposition defences are going to have to be wary about playing a high line because there's nothing this guy relishes more than space to run into. آه يلا يلا رحمة الله وادك حكم اعطيني كارت أصفر أي كارت أصفر يلا كارت أصفر يلا أشوف منو كسرني يلا كارت أصفر يلا ها منو ضربني كارت أصفر إذا حصل أي كارت أصفر يلا هسه منو خلط هسه احنا غلطانين باعوا احنا غلطانين الحمد لله
ما كمل اللعبة.